اولا الماراثون ده جانب رياضي صحي انساني اجتماعي، بيربط ما بين شقيقين، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه وسمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربيه المتحده، وما بينهما كعلاقه يعني اشقاء، وايضا الشعبين. المسمى الماراثون ماراثون زايد نسبه الى رحمه الله عليه الشيخ زايد ال نهيان. الماراثون دي النسخه الثامنه، هتكون في العاصمه الاداريه او العاصمه الجديده، هتكون في المدينه الاولمبيه. المدينه طبعا الحمد لله سمعت الاشقاء انبهروا بيها وبشكلها وبوجودها. اكيد النسخه الثامنه هتكون فيها جديد، لان الجوائز زادت ل 10 مليون. الاونلاين طبعا فتح خلاص الحمد لله، الناس هتشترك. احنا اول نسخه عملناها في بدايه القاهرة الجديدة. النسخة الثانية لماراثون زايد الخيري هي رسالة واضحة جدا وكبيرة كمان في موضوع العلاقات اللي بين البلدين. هي مش علاقات استراتيجية وبس، هي علاقات محبة وأخوة بين شعبين وقيادتين يمكن لو مهما تكلمنا مش هنعطيها فعلا حقها. أشكر اللي أعطانا الفرصة سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد، أن هاي فكرته من قبل 23 سنة انطلق ماراثون زايد بالخير، وهذا إحنا زي النهر اللي يفتح معاه أنتم تسمونها درعة، هذه هي انفتحت في مصر، بنروح الهند، في 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 ايطاليا عمرنا بعد مره، وسعيدين بوجودكم انتم. احنا السنه دي ماراثون زايد في العاصمه الاداريه الجديده، وده كان هدف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان الماراثون يكون في حته جديده. احنا كل سنه الماراثون بيكون في حته مختلفه، فالسنه دي في العاصمه الاداريه عشان نبين حجم الانجازات والعمار اللي حصل في المنطقه هنا. هنعدي في الماراثون على مناطق كتير قوي، هنبتدي من امام البرلمان، من قدام مبنى البرلمان، هنعدي على حي المال والاعمال، حي الوزارات، النصب التذكاري، كل ده هيبان للناس وهي بتجري. فالناس فاكره العاصمه لسه صحراء، فاحنا بنبين بالجري ان الناس لا، هتكتشف البلد شويه اكتر او العاصمه الاداريه. يعني السنه دي الامارات الجانب الاماراتي عامل جوائز بقيمه 10 مليون جنيه، ضعف السنه اللي فاتت كانوا 5 مليون جنيه، فدي حاجه عشان تشجع الناس اكتر تنزل وتشترك وتجري. الناس كلها زي ما اتقال في المؤتمر الصحفي، هو سباق مجتمعي مش سباق تنافسي، الناس كلها اللي هتجري ليها المفروض جوائز باعمار سنيه مختلفه بفئات عمريه مختلفه، فهو بيبقى زي كرنفال كده، الناس كلها بتحب تيجي من اول ابطال العاب القوه بتوع مصر لحد الناس اللي فوق 70 و80 سنه بيجوا يجروا معانا برضه.